معنا الآن هاتفيا مشاهدينا سيادة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب. سيادة النائب تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي لسيادتك، أهلا وسهلا. إذا تحدثنا عن أهمية هذه الخطوة، خطوة الحوار الوطني من الأساس، وكذلك أيضا تفعيل هذا الحوار على أرض الواقع بانطلاق الجلسة الافتتاحية اليوم ومشاركة كل الاتجاهات والأطياف السياسية في هذا أو في هذه الخطوة التاريخية في مصر، ماذا عن أهمية هذه الخطوة وكذلك الانعكاس المباشر للشارع المصري وللمواطن الذي يتابع المشهد من انطلاق هذه الجلسة الافتتاحية؟ يعني أعتقد أنه عقد الحوار الوطني وبداية أول جلسات وأول اجتماع تحضيري لمجلس الأمناء هي خطوة جيدة جدا، لأنه دائما وأبدا الحوارات الوطنية بتيجي كبدايات لمراحل تاريخية جديدة، انطلاقات جديدة، وهنا بتيجي أهمية الحوار الوطني، واللي أعتقد أن كل الأطراف السياسية رحبت بشكل مبدئي بالدخول في الحوار الوطني. ما صاحب تشكيل مجلس الأمناء، إن احنا بنتكلم عن مجلس الأمناء ممثل في المعارضة المصرية وممثل في الأغلبية وممثل في كفاءات فنية، أعتقد أن هذا التشكيل اللي رحب به الجميع، واعتقد ان اولى الجلسات النهارده واللي احنا حتى شاهدناها ببث مباشر كانت مطمئنه للغايه وتبشر ان احنا ان شاء الله هنكون امام حوار جاد مطروح به كافه الاراء على قدم متساويه للخروج بافضل نتيجه ينتظرها الشعب المصري حوالين الاتفاق، حوالين رؤيه للمستقبل في الملف السياسي والمحور السياسي وغيرها من الملفات الاخرى اللي كمان هيتبعها حوار مجتمعي ستحدد آلياته وفقا لما سيترأى لمجلس أمناء الحوار خلال الفترة القادمة إن شاء الله. إلى أي مدى تمثل هذه الخطوة خطوة صحية للحياة السياسية والنيابية في مصر من خلال مشاركة الأحزاب المختلفة في هذا الحوار الوطني؟ جوهر السياسة هو الحوار والنقاش الدائم للوصول للمشتركات، وبالتالي فكرة أنه هذا الحوار غاب يعني خلال السنوات الماضية بسبب يعني خوض الدولة كلها حرب في مواجهة الإرهاب، غاب الحوار لهذه الظروف الاستثنائية، والآن عاد هذا الحوار، وهذه بداية مهمة جدا للاتفاق بقى حوالين شكل المستقبل وإعطاء رسائل الأمل للمواطن المصري. وأعتقد أن هو ده بقى يعني أهم ما يحمله ويجب أن يحمله مجلس الأمناء، أنه الجميع ينظر لهذا الحوار بأمل كبير ومنتظرين منهم يعني نحن إن شاء الله جلسات الحوار تكون سرية ونقدر نخرج بمخرجات مربوطة بجدول زمني تشعر المواطن المصري بتغير في عدد ملفات، خاصة فيما يتعلق بالملف السياسي والاقتصادي، من أجل مستقبل مختلف إن شاء الله يحلم به الشعب المصري. تحديد مسار الحوار بما أنه مسار سياسي أم مسار مجتمعي أم أنه مسار وطني يشمل كل وكافة هذه المحاور، أيضا تحديد نوعية الحوار، أهمية هذه الخطوة، هل بالفعل نحتاج إلى تحديد مسار الحوار سواء كان سياسي أم كان ربما تشريعي ربما يكون مجتمعي ووطني بشكل عام وشامل؟ طبعا احنا محتاجين تحديد، لأنه برضو يعني للأسف أنه في الأذهان احنا مصر عدى عليها ما يقرب من 6 حوارات وطنية بعد ثورة يوليو 52، وبالتالي لم تكن كل هذه الحوارات أو كثير منها لم يكن صاحبه نتائج حقيقية، وبالتالي من المهم جدا أعتقد أن المعيار الرئيسي في نجاح الحوارات من عدم نجاحها هو فكرة أنها تكون مدارة بشكل جيد ومحددة بملفات محددة واضحة. أعتقد أنه النهاردة في المؤتمر رأينا بوضوح شديد أنه الجميع مدعو لهذا الحوار طالما لم تختلط يديه بالدم أو الدعوة لعنف، وبالتالي ولكن من المهم جدا داخل الحوار هو تقسيم الملفات والمحاور بشكل واضح حتى تخرج مخرجات حقيقية ولا يتحول الأمر لمجرد تباري بالخطابات. الشعب المصري وكل الأوساط والمجالات في مصر تنتظر خروج بأهداف محددة وإجراءات محددة، وبالتالي بتأتي هنا في وجهة نظري أهمية تحديد المحاور التي سيتم الحوار بشأنها، وجود مصوغة
تضبط الاختصاصات وغيره من الأمور اللي تتعلق بمجلس الأمناء، وبالتالي ده بإذن الله يؤدينا أن احنا نخرج بوثيقة مرتبطة بمنهج بجدول زمني في مختلف المحاور اللي موجودة، البعض منها يشارك فيها النخب السياسية، البعض منها يشارك في المجتمع بمختلف مكوناته المشرعين، وبالتالي احنا دائما يعني انا النهارده كنت سعيد وانا بسمع انه احنا بنتكلم عن جلسات هيكون فيها ممثلين للمعارضه وممثلين للسلطه وممثلين فنيين وزارات معنيه بامور معينه في شؤونها نتناقش فيها، وبالتالي هذه يعني تركيبة. وهذا هو يعني الهدف الرئيسي للحوار الوطني ولا احد يختلف عليه. سياده النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا النقاش.